تعالي يا بنتي، انا عايزه اتكلم معاكي. تعالي. انا مش عايزه اتكلم مع حد ولا عايزه اسمع حد. خليكي في حالك، انا اللي فيها مكفيني ومش طايقه نفسي. يا بنتي ايام السجن الصعبه دي ما بتهونش غير بالفضفضه. كلمي، ما يمكن ربنا جعلني سبب. لو عليكي دين والله بعون الله اسدهولك، ولو ليكي حق عند حد بعون الله اجيبهولك. انت هتعملي كده ليه يعني؟ عشان انا مشيئه واقدر احس بالموجوع، وعارفه قد ايه صعب صعب اللي انت فيه. انت مش تبع مهران ولا هو وزك عليه عشان تاذيني؟ مهران مين بس؟ بس يا بنتي انا اللي عاوزه منك حاجه، ولا حد وزني عليكي. انا بس مش عايزاكي تخافي. ويلا كلي بدل اللي انت قلبتيه هناك ده. عامل لها ايه؟ ما هي عماله تخبط فيا وانا ساكته لها. قولي بس، قولي انت لسه شفتي حاجه؟ قولي انت اسمك ايه؟ غاليه. عشت الاسامي يا غاليه. الله يخليك. ايه بقى جايه في ايه؟ قضيه تزوير. شيكات بقى وحركات من دي؟ لا، تزوير فلوس. حطوا لي مكان اتباع وانا ما اعرفش عنها حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. معلش والله مش عارفه اقول لك ايه. كلي غاليه. تعيطيش يا بنتي. انا بضحك معاكي، ما هي لازم تهوني يا بنتي. احكي لي بقى، ظلموكي ازاي؟ حصل لك يا غاليه؟ ولا حاجه يا باشا، اتخبطت في السرير وتعورت حاجه بسيطه الحمد لله. والمفروض بقى ان انا اصدق الكلام ده صح؟ غاليه اوعي تفتكري ان انا هقبل اي تجاوز او خروج عن القانون طول ما انا موجود هنا. قولي الحقيقه علشان اقدر اساعدك واجيب لك حقك. ما انا قلت لحضرتك الحقيقه وده اللي حصل، ولو حصل غير كده انا هداري ليه؟ اتفضلي خديها على العنبر بتاعها.